بس يضوي الهوت عندك بلاش تبدأ مع الصغيرة، ربي يعاونك إن شاء الله. الله يعيش ان شاء الله بتكلم فيك. طيب بسم الله نبدا ولاد. درسنا اليوم حول مكونات الهواء، مش ناخذ فكره في البدايه على بعض المعلومات، على كل اللي تفوتها حاجه ان شاء الله تلقاها في الموقع مسجله، نجم منه هيك ماذا بينا تكون المعلومات نعطوها من الاول ونمشوا في التمارين اكثر شيء. معناها باش نعطيكم البدايه هذا في شكل عرض اعطونا عندكم ان شاء الله شوي بقى. ركز تقرا فيها ينزل عليها تصوير. أمامنا العرض عندنا في الإكران، شنو نشوفوا ترى؟ مكونات الهواء. مكونات الهواء، باهي. هو عرض هذا أعده تلاميذ يعني بتاع سادسة، خلينا نطلقوا في المراجعة، مش نكتبوا على اللوحة. هاي اقرا المراجعة اكتب على لوحة صواب او خطأ. هاي هاي من خاصيات الهواء. من خاصيات الهواء له شكل كروي. خطأ خطأ، متفقين بقية خطأ؟ نعم. باهي ديما اللي عنده اجابه غير الاجابه يقول لنا مثال، اذا خطا. باهي نعم نعم طويب طويب قابل للانضغاط والانتشار. باهي طويب ياخذ شكل الاناء الذي يحويه. طويب 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 خطأ لا يمكن نقله من إن يمكن هو شفتي الخطأ وين توا؟ قلتي لي الخطأ في القراءة الأولى للتعليمة، بالك نقرأ التعليمة يجب أن أقرأ أفهمها جيدا. واضح؟ إذا خطأ هو يمكن نقله من إناء آخر لآخر. باهي. سيدي سيدي سيدي
صواب زي صواب كتلة واحد لتر منه تساوي 1.3 غرام. إذا صواب. ناخذ الوضعية الاستكشافية هي فيديو باش نتفرج عليه إن شاء الله. على الأقل تو نقدم لكم شوي باش نربح شوية وقت. هذا شو ماري شاي؟ هاي لحظة بركات عندي رزينة شوية لحظة طبعاً سلام وعليكم السلام شو هذا تبغى شو نسوي سك سك بعد إذنك بالله سامحني لحظة عندي الفيديو ما حبش يعدلهم ما حبش يخرج لي في الفقرة هو أنا دخلت على حاجة أخرى صغيرات هو يحبذ راهو لميكرو مسكرين يحبذ الميكرو مسكرين تحلوهم كان وقت الإجابات ولا وقت يعين المعلم شكون هكاك باش ما توليش فوضى عايش ولادي إذا تنجموا يحبذ إنه الكاميرا مفتوحة أو قلت يحبذ إنه الكاميرا تكون مفتوحة والميكرو مسكر هكاك باش يشوفكم المعلم معين شكون باهي شنو حكاية الفيديو سيضو مش بيه connection لحظات نكون معكم
يعني حط لنا مش حط لنا فما بروبلام مثال بسيط تاع الفيديو ما حبش يخرج لنا نتعدوا للثمانين مثالش اذا عندنا في نشوفوا في الاستنتاج نقرا الاستنتاج نشوف الاستنتاج اذا عم نرفع يدي كمثال نشوف فيك عزيز محمد او مازن اذا عم نرفع يديك انا نشوف في على الكرام تاعك تشوف الاستنتاج هاي اي قاعدين نشوف فيه باهي الغالب الفيديو ما تعدلناش مش مشكل معنا تلقوه في الموقع إن شاء الله أكمل الفراغات للحصول على استنتاج يحتوي الهواء على الأكسجين الذي يمثل خمسة الذي هو 21% من حجم الهواء لحظة نسمع شوية تو واحد قال 20% واحد قال خمس 21 خمس 21% خمس ولا 21 خمس ولا 20 خلينا نمر ونرقى الوقت مثال الخمس المقصود بالخمس خمس المئة نقوله مئة خمس المئة بالمئة يعني 20% تقريبا معناه نقوله من 20 21% تقريبا الخمس ما هيش الخمسين الذي يمثل خمس حجم الهواء وعلى النيتروجين وعلى النيتروجين أو الأزوت و ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء ثاني أكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير ثاني أكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير كما يحتوي أيضا على غازات أخرى بكميات قليلة قليلة غازات نادرة نادرة تمرين تطبيقي عرفنا توا معناها أهم مكونات الهواء الأكسجين النيتروجين بخار الماء ثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى نادرة بكميات قليلة قاعدة زهر أطلبها بربي مغار
يستخدم الأكسجين لإنعاش المرضى وهو يمثل خمس حجم الهواء. خمس حجم الهواء. ثاني أكسيد الكربون غاز ما يخرج مع هواء الزفير أثناء عملية التنفس ويعكر ماء الجير. يوجد بالهواء بخار الماء، وعندما يبرد يكون الضباب والنداء. يكون الضباب والنداء عندما يبرد هذا الهواء بخار الماء يبرد يكون الضباب والنداء. سؤال، أقرأ السؤال في عقلي. حضر إجابة، نبيل حضر إجابة كاملة. منيرة غالي. سيدي. أي عم دوري. أي أي. منيرة غالي. لماذا نحرص على فتح نوافذ المنزل كل صباح؟ أي. لتهوئة المنزل. لتهوئة المنزل من ثاني أكسيد الكربون. لتجديد الهواء وتهوئة المنزل من ثاني أكسيد الكربون. الأسئلة في الإيقاظ تتطلب إجابات علمية ودقيق. لماذا نحرص على فتح نوافذ المنزل في الصباح؟ سمعت إجابات. سمعت إجابة كربها الغازات. لتجديد هواء الغرف بأن يأخذ الأكسجين حجمه الطبيعي في الهواء، يعني حجم الأكسجين حجمه الطبيعي هو الخمس، يجب أن يكون الخمس حجم الهواء. واضح. والهواء موجود فيه ثاني أكسيد الكربون بطبيعته، إذن لكن الأكسجين يجب أن يأخذ حجمه الطبيعي، وإلا نقول هذا المكان ملون. وقت يبدأ ناقص أكسجين أقل من 20% يولي المكان ملون. تبع بثاني أكسيد الكربون. أربط كل مكون من مكونات الهواء بما يناسبه. سيدي نقرأ في عقلي، مش طول باش نجاوب، نقراهم في عقلي ونعمل ورقة وستيلو عندي ونشوف نجاوب. سيدي نجاوب. نقرأ في عقلي عايش كل وقت. وقتك عايش. سيدي ناخذ وقتي. سيدي لازم نجاوب. سيدي
سيدي مريم نار الماء يكون ضباب ونداء وسحاب يوسف سيدي يوسف نار الماء يكون ضباب ونداء وسحاب هات خلونا سي آدم. آدم النيتروجين يمثل 78% من حجم الهواء. آدم هذا النيتروجين يمثل 78% من حجم الهواء. سيدي آدم كمل آدم سيرش خليك. ثاني أكسيد الكربون يعكر ماء الجو. عندنا 80 عدد واحد خرج لنا سيدي خرج 80 عدد واحد خرج لنا شكون يقراوا لي سيدي هاي مريم تمرين عدد واحد يستعمل الغواصون قارورات مملوءة بهواء مضغوط تمكنهم من التنفس في أعماق البحار أحسب حجم الهواء المستعمل من طرف غواص علما وأن وزن القارورة قبل الغوص هي 12.7 كيلوغرام وبعد الغوص أصبح وزنها 12.05 كيلوغرام حجم الهواء المستعمل في من طرف غواص 12.05 كيلوغرام إلا 12 ما هوش حجم هذا شو على خاطر احنا كي نجاوبوا ما ناخذوش وقتنا وتبدا عندي ورقه وستيلو ولا حاجه ونبدا نجاوب الساعه نفكر باش نقراها هون عندك سؤال ناخذ وقتي لا ما جاوبني حد تو ما يجاوبني حتى حد وما عادش حتى حد يقول لي سيد باي اتفقنا خذ ورقه وسيله قدامك واقرا ساعه بتمعن السؤال اقرا واستعمل اكتب بستيلو شنو باش تعمل فما عمليات باش تعمل ما بعض العمليات انا في حساب مش سيدي لازم نطلعوا قد ايه من لتر في الهواء كثير حجم ماذا نعني بحجم الهواء هذا كنت بالكيلوغرام اني مفضل اني كلمه الهواء نبدلها بالاكسجين خاطر قاروره الغواص مو فيها ساعه اكسجين ما نعرف كيفاش سيدي انا كثير نعرف النتيجه يا ما نعرفش النتيجه قارورة الغواص فيها أكسجين سيدي ومعلومة
أعطيكم معلومة، الأكسجين نستعملوه في الغوص الفضاء نفسه به، ونستعملوه أيضا في الفضاء، ويستعملوه حتى في لحم المعادن. الأكسجين يستعمل أيضا في لحم المعادن. قدر مكون من مكونات الاحتراق. حاجة أخرى، هو مش مكون، هو ضروري لعملية الاحتراق. الأكسجين ليس مكون من مكونات مسؤول عن عملية ضروري لعملية الاحتراق، عنصر ضروري لحصول عملية الاحتراق. هذا محور جديد لو نشوفوه بعد. خاطر مسلسل الاحتراق في الأكسجين. أي سيدي 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 جاوبت، عملت عملياتك وجاوبت اللي قلت سيدي. سيدي 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 جاوب في عقلي، جاوب في عقلي سيدي 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 جاوبتي. هاي تفضلي آية، هاي آية نفسية. حجم الهواء المستعمل من طرف الغواص هو 0. هو 0.65 كيلوغرام. خطأ. 0 كيلوغرام فاصل 60 65. حجم، لم أقول كتلة. شو على خطر إحنا مش قاعدين نقرأ في العقل، مش نقرأ، أقرأ ساعة. لم أقول كتلة الهواء، قلنا حجم الهواء. خمس معاش نجاوب هيك، استعمل ال نعاود نقرا التمرين، ميساش نعاود نقرا. ناخذ وقتي بعد تو نجاوب. سيد 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 سيدي سيدي
سيدي هاي شكون سيدي حاضر سيدي أمين نصر سيدي عزيز محمد سيدي محمد عزيز حجم الهواء المستعمل من طرف غوص سيدي نبحث عن الحجم سيدي ثم بعد ذلك الحجم سيدي هل يقول سيدي مش عارفه شكون برشا يقولوا سيدي هاي تفضلوا خلوا الفرصه الواحد يجاوب يسالش يوسف كافي كيلوغرام يوسف كافي قديش ما طلعتيش مازلت يوسف سيدي ما يسأل شاء أصحابكم مازالوا شوية ترى ما يسألش سيدي هاي تفضل 0.5 0.5 اعطيني علاش نبحث في الاول ساعه سي نبحث عن ماذا عن الكتله التي استهلكها الغواص المستعمل سيدي ما فهمتش السؤال انا لحظه هابش نوضح لك نحن سنبحث عن حجم الهواء المستعمل من طرف الغواص الغواص دخل الى يعني غاص في اعماق البحار و القارورة الهواء المضغوط فيها 12 كيلوغرام فاصل 7 بعد القيام بعملية الغوص أصبح وزنها 12 كيلوغرام فاصل 0.5 وضع يعني استهلك هذا الغواص كتلة معينة من الهواء من الهواء المضغوط نحن سنبحث عن حجمها واضح؟ مش معناه الفرق بين الحجم والكتلة. إذن سنبحث في البداية عن كتلة الهواء المستعمل. يعني نكتب كتلة الهواء المستعمل. الهواء المستعمل. كتلة الهواء المستعمل. 0.5 هاي تساوي نسمع بعضنا عاد خلينا تساوي ان 12.7 كيلوغرام 12 كيلوغرام فاصل 7 الا 12.05 12.05 يساوي 0.65 واضح 0.65
5.0 كيلوغرام فاصل 65. ما نسالش نكبر الوحدة كتلة الهواء المستعمل به. الآن حجم هذا الهواء، إذا سنحول 0.65 كيلوغرام هي تساوي كم من غرام؟ تساوي 650 غرام. 650 غرام، يعطيك الصح، 650 غرام. باه، تطبيق للقاعدة نتاع الرابع التناسبي. عندنا واحد من الهواء، واحد لتر من الهواء تساوي واحد كيلو، واحد غرام فاصل ثلاثة. نشوفوا 650 قد تساوي. يعطيك الصحة، أنت بالتطبيق الرابع التناسبي. ليش بالطردي سيدي؟ إذا هاي تولي، إذا 650 عفوا غرام، باش نقسمها على 1.3. نضربها في واحد ونقسمها على يعني ما عملتش نضربها في واحد. 650 قسمة 1.3 يساوي يساوي 500 لتر. إذا 650 نقسمها على 1.3، يعني باش نحل فاصلة تولي 65 قداش فيها من 3 فيها 5، إذا 500 لتر. تبقى في العملية 500 لتر. 500 لتر. واضح؟ واضح. وهذا حساب وقاء، ها؟ حساب وقاء مع بعضهم. مع بعضهم يعني. مع بعضهم. زوز هم نفس الشيء، عندهم نفس في نفس المحتوى. نتعدل التمرين رقم 2. هذا خذينا الإجابة المهم. نعم. تمرين عدد 2. اذكر تجربة تثبت وجود الهواء في الماء. ما نجاوبش طول، نفكر في التجربة، يعني باش نفسر تجربة، ما يلزمش نعمل طول نبدا نجاوب. يعني طلب منك احيانا يقول لك ارسم التجربة، يعني ارسم التجربة التي تثبت وجود الهواء في الماء. نقول الماء فيه هواء، في الماء هواء، هكا ولا؟ الماء يوجد فيه الهواء، كيف عرفنا ذلك؟ سيدي سيدي، ما هي التجربة التي تثبت ذلك؟ سيدي 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 باه نبدو سيدي ريتاج
ريت ايش؟ سيدي 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 ريتاج مسمعت منها شيء. سيدي 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 نجاوب هنا. سيدي 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 هاي نسمع فيكم هاي سيدي 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 عندنا برشا ما نجاوبنا حد سيدي سيدي الكثير عدد 16 واحد تو ما شاء الله سيدي اي لكن إجابة ما سيدي 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 نجاوب انا نجاوب انا هاي تفضل هاي سيدي تشكون متوقت لي نجاوب أنا تفضل تمرين 2 أذكر تجربة تثبت فيها وجود الماء في وجود الهواء في الماء نضع حوجلة هاي فيخرج منه هو فقر قيم سيدي 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 متى تخرج الفقر قيم سيدي سيدي هاي سيدي يعني سيدي نأتي بإناء معبى ماء نضع قارورة مملوءة هواء ماء إلى فنلاحظ خروج فقاقيع من الإناء هذا يثبت وجود الهواء في القارورة ما هوش في الماء الفقاقيع التي خرجت هو الهواء الذي كان داخل القارورة خرج من القارورة فوجد الماء فحصل يعني رأيت تلك الفقاقيع لا يثبت وجود الهواء في الماء لكن يثبت وجود الهواء في القارورة سيدي هاي تفضل هاي تتنفس الحيوانات في المياه الهواء المنحن في المياه عندما نسكب الزيت على المياه يعزل الهواء فلا يدخل الهواء للمياه ويتحلل فتموت الحيوانات. أي معقول هذاك دليل على أن الهواء ينحل في الماء صحيح. ما نحبوا تجربة ما نحبوا نعملوا تجربة. سيدي 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 سيدي. مش حاجة في الطبيعة موجودة هي. لازمنا تجربة. سيدي سيدي شكون اللي قال سيدي هاي تفضل ايه سيدي السمكة سيدي تبدأ تتنفس سيدي 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 بعد ما تكمل تعمل عملية تبادل الغازي في جذبها سيدي تخرج فقاقيع من الواحد بتاعها سيدي من الجناب ماهوش بالضبط هذا احنا نحبوا تجربة سيدي يعني تشوفها أنت تخرج فقط هي السمكة كي تبدأ تنفس سيدي 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 ها سيدي 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 هاي تفضل سيدي سيدي أنا هاي هاي ما نفخ بالون ونضعه سريعا في عنق الزجاجة نضع يد على الزجاجة لنحس الإجابة غير واضحة سيد 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 حتى التجربة ما يعني هل فهمتم ما قالته صديقتكم؟ لا سيد 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 سيدي 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 تقريبا يعني ما زلنا ما توصلناش للإجابة سيدي 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 تفضل سيدي عندما ينفخ الإنسان هواء عندما يخرج الإنسان هواء الزفير عبر أنبوب متوصل بقارورة من المياه يتحول الماء الجير
يتحول الماء إلى ماء جير، من اللون يصبح من اللون الأبيض إلى من اللون الأبيض الداكن، وذلك يدل على وجود الهواء في الماء، فتقل نسبة الأكسجين وتزيد نسبة ثاني أكسيد الكربون في المياه. لا سيدي، مش إجابة صحيحة. أنا عندي إجابة. سيدي أنا عندي إجابة. هو وقت ينفخ الإنسان يعني في أنبوب في الماء، هو يخرج الهواء الذي هو بداخل، معناها في اللي كان في الرئتين بتاع، هواء زفير. ما علاقته بإثبات وجود الهواء في الماء؟ الإجابة مسيو، أنا عندي إجابة. مسيو أنا زيد، هاي هاني قال لي أنا عندي إجابة، تفضل ترى. وضع قارورة فارغة مملوءة بالهواء في حوض من الماء سرارة فقاعات. باهي باهي باهي، هذا قال الإجابة. سيدي عندي إجابة. وقلنا لا، رأي خاطئة. مسيو تثبت وجود الهواء في القارورة مش الهواء في الماء. مسيو تفضل. هاي عندما نسقي شجرة نلاحظ وجود فقاقع في الماء. هذه تنفس السمك. هذاك بالنسبة لي، عندما نسقي النبتة تخرج فقاقيع، دليل على أن التربة بها فراغات، التربة بها فراغات مملوءة بالهواء، عندما يدخل الماء تخرج، يعني هذا الهواء يخرج في شكل فقاقيع. الإجابة بتاعنا مش تكتبوها حتى أنتم عندكم، مش ما تنسوش. إذن نضع الماء، ما يسالش خاطر أعطيتكم الوقت، وأنا أعطيتكم الوقت ما يسالش، خليني نجاوب عليه. نضع الماء في إناء ونضعه فوق النار، سيدي عندي إجابة. عند الغليان شو يحصل؟ عند الغليان ماذا يحدث؟ تظهر فقاقيع تدل على وجود الهواء، على وجود الهواء في الماء، على وجود الهواء في الماء. وهذا الماء الذي تم تغليته لا يمكن أن تعيش فيه السمكة حتى بعد من برد، بعد تبريده برد ونخليه معزول عن الهواء، لا يمكن للسمكة أن تعيش فيه. عندي سؤال، يعني عملية التغلية خرجت منه إذن كميات كبيرة من الهواء. سيدي عندي سؤال. سيدي حقنا نكتب ونصب الماء في إناء ونضعه فوق النار. سيدي الماء في إناء ونضعه فوق النار عند الغليان تظهر فقاقيع تدل على وجود الهواء في الماء. هاي نمشي للتمرين ثلاثة. سيدي سامحني، عندي تجربة أخرى. تفضل. سيدي ندرج منديل ورقي في الكوب ونقلب الكوب شاقولي ونغطسه بالإناء المملوء بالماء، فنجد الكوب لا يدخله فلا يدخل الماء الكوب ويبقى المنديل جافا. شو توا هذايا تقريبا، هذاك يدل على أن الكوب فيه هواء منع دخول الماء،
ما يعني هنالك يعني الماء لم يدخل الى الكأس او الكوب هذا الذي قلت عنه، هذا الكوب اذا وبقي، اذا المنديل الورقي لم يتبلل، دليل على ان الكوب فيه هواء منع دخول الماء، واضح؟ مقتنع معهم؟ هاي تعادل التمرين عدد ثلاثة. أذكر تجربة، أذكر عفوا تجربة، أو أذكر أذكر عفوا أذكر تجربة تثبت وجود الماء في الهواء. هاي شكون عنده إجابة؟ أسهل هذا من الآخر. سيدي 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 سيدي. شكون اللي قال سيدي تو؟ شو اسمك؟ سيدي. هاي ما اسمك؟ ريتيل. هاي باهي خلينا نشوف ريتيل. مش عارف هاي ريتيل. نضع إناء زجاجي وننفث فيه ثاني أكسيد الكربون فتتكون قطرات ماء، وهو ما يدل على وجود الماء في الهواء. ما دخل ثاني أكسيد الكربون؟ هواء الزفير. وين؟ أعيدي أعيدي ال نضع إناء زجاجي وننفخ فيه هواء الزفير فتنفخ فيه، ننفخ بالفم معناه، ننفخ فيه هواء الزفير فستتكون قطرات ماء، وهو ما يدل على وجود الماء في الهواء. به به إجابة معقولة، يعني هو النفخ على البلور معناه بلغة أخرى، أو في كأس من البلور. نعم. عندما ننفخ نلاحظ تكون طبقة من الضباب. نعم. تدل يعني كالماء، هو بطبيعة الحال كالماء، هذا دليل على أن الهواء الذي نفخته فيه ماء. به؟ نعم. هذه تجربة صحيح؟ نعطيك الصح. فماش تجربة أخرى ترى؟ هاي تفضل قال سيدي تو. عندما نضع المياه في قدر ونضعه على النار سوف نلاحظ تكون قطرات من الماء في أعلى القدر. هذاك عملية التبخر تاع الماء، الماء تبخر الماء، دليل على وجود بخار، يعني بخار الماء. الماء الموجود في الهواء يتبخر بمفعول الحرارة. الماء يتبخر بمفعول الحرارة. فهمي. نحن نريد أن نثبت وجود الماء في الهواء. عندنا هواء مش ناخذ منه الماء. الهواء الخارجي. أنا في غرفة. المحطة نثبت وجود ال سيت. هاي. سيت. تفضل. في حالة وضع قطاع الثلج ينتقل الماء الملون من الإناء B إلى الإناء A لأن الهواء في القارورة بالإناء A تقلص بمفعول برودة قطاع الثلج وأخذ الماء الملون مكانه. عاودي تراها عاودي، فما إناء A وإناء B عاودي.
حالة وضع قطاع الثلج ينتقل الماء الملون من الإناء ب إلى الإناء A لأن الهواء في القارورة بالإناء A تقلص بمفعول برودة قطاع الثلج وأخذ الماء الملون بمكانها. هذه تثبت وجود الماء في الهواء؟ ثبت فيها تراها تتخشيش مع بعض. تثبت تقلص الهواء. اي هذيك خاصية تقلص الهواء. ايه. ما هيش وجود الماء في الهواء. حبوا نشوفوا ان الهواء من بين يعني مكوناته بخار الماء بلغة اخرى. نحن نقول بخار الماء من مكونات الهواء. ما قلنا في الواحد مكونات الهواء عندنا الاكسجين ثاني اكسيد الكربون بخار الماء. نيتروجين أو الأزوت وغازات نادرة أخرى. يا أخي أنا أحب نعرف أن المكون هذا اللي هو الماء في الهواء كيف أثبت وجوده؟ سيدي 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 مش خاصية من خاصيات الهواء. سيدي سيدي دقيقة شوي رأي التجربة. سيدي سيدي هاي تفضل. عند النفخ في مرآة سنلاحظ ضباب عندما يبرد يصبح ضباب. هو عندما يبرد نلاحظه كشكل قطرات من الماء يزيد يبرد يولي قطرات ماء واضح يتكثف على الطبقة الباردة بالدور فيصبح إذن ماء. صحيحة قلنا هذه العام. ثم التجربة الأخرى اللي لاحظوها في الصيف كلنا عندما نأخذ قارورة من الثلاجة قارورة ماء باردة نلاحظ قطرات ماء على زجاج القارورة. يقول لك ربما رأي من الفرجدار خرجتها من الثلاجة مبلولة. ليه مش مبلولة خطر الهواء ارتطم بها كيف ارتطم بطبقة باردة يولي قطرات. خلينا نعطيه نعمل حاجة تجربة تخليه سيد اللي مش يقول لي رأي مبلولة يقول لا يعني ناخذ قارورة ماء من الثلاجة يعني فما تجربة أخرى زاد أكثر هي عندما ناخذ قارورة الماء من الثلاجة يعني نضعها نمسحها بقطعة قماش من الخارج ونتركها بعد مدة نلاحظ تكون قطرات من الماء على سطحها الخارجي وهذا دليل على أن الهواء الذي أحاط بالقارورة وهي باردة جدا تحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة فتكون بشكل قطرات من الماء على سطح هذه القارورة. واضح؟ أو تجربة أخرى نضع قطع من الثلج داخل كأس أو كوب مثلاً كوب أو كأس كوب باللوري جاف يعني ما فيش ماء بلغة أخرى ناشف ما فيش ماء وناشف يعني شايع واضح بعد سيدي مدة نلاحظ تكون قطرات من الماء على السطح الخارجي للكوب مما يدل على أن
سيدي عندي تجربة مع هذه الطبيعة، مش تجربة معناتها يقوم بها الإنسان. باهي لحظة خلينا نكتب الإجابة ونجيك الهواء، على أن الهواء المحيط بالكوب به بخار الماء الذي سيدي العملية تحول إلى تسمى بالتكثيف. أي تحول إلى ماء عند ملامسته بسطح بارد. واضحة الإجابة؟ إيه التكثيف كما قلتي تو، التكثيف صحيح في الطبيعة موجودة عملية تكثيف تتكاثف السحب. سيدينا محمد سيدي عندي محمد باهي سامحني ما يسالش. سيدي عندي تجربة طبيعة. هاي هذه نسلم عن نحكوا على التجربة هذه، تفضل. كي تزرق الشمس على البحر يتبخر واحد بخار، وكي يلتقي بطبقة باردة يولي متساقطات. أيوة هذاك وقت اللي يلتقي بطبقة باردة هو هواء، هذاك هو هواء. إذا انتقل إلى إذا السماء فاتصل بالطبقات الباردة فتحول إلى تساقطات. تساقطات تجي أمطار ولا ثلوج ولا جينا حسب برودة الطبقة، تجي في أيضا أكل الضباب والنداء. هي الطبقة كانها بردة برشة ثلج، كانها مانتا عادية مانتا ضباب مانتا، هي درجة البرودة. واضح به تعدل تمرين هنا تمرين أربعة. واضح كتبت الإجابة اللي حاجة باش يكتب قبل ما هيش باش تبقى معنا. تمرين أربعة. يضوى على عينك. الله يعيشك. عايشك ربي يبارك فيك. النجم والإصلاح هذا نهب ظهوره من بعد مكتوب سيضوى الكوبية هذه. أني المشكل ما نجمتش نعمل الكابتير كرون حتى عملتها بال. لا تخرج. ما تخرجش صحيحة. لا عملت مبكر معاه هذا. اي ميسالش مشكلة. الله يبارك لك. ما عرفش الوقت في بالي انتهى سي ضو هكا. اي تقريبا. ولا نحن بدينا ونص، نحن واعدينهم بساعة كاملة، نتمنى اللي هما استفادوا ان شاء الله. اي التمرينين مازال هذا، وفما تمرين خمسة حتى هو باهي. نجموا نهبطوها مصلح الكلية معناها. هكاك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تدر معنا. ايه. ان شاء الله يكونوا الوليدات. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شنو كيفاش كانت الحصه شباب؟ استفدتوا ولا لا؟ اي سيدي استفدنا. شكرا. استفدنا شكرا. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله ربي يوفقكم. ان شاء الله نسمعوا هكا اخبار طيبه بعد المناظره. ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب صباح الخير الناس كل. صباح الخير. مبارك. على خير. الى اللقاء. الى اللقاء. سلام.